العهد الجديد جنب الخير. سوهاج هي الأساس وهي المنبع. ما فيش زي سوهاج ولا جمال سوهاج. أنا صعيدي من سوهاج، بيقولوا علينا بلد المواويل. ما احنا صعايدة، في الفرح بنغني، في الحزن بنطبطب على كل قلب حزين. أهل الكرم والذوق كله فاتحين قلوبكم لينا بيوت. أول ما توصل بس سوهاج بتحس فجأة إنك مبسوط. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، برحب بيكم جميعا هنا في صعيد مصر، في أرض مصر الطيبة، في سوهاج بلد المواويل وعروس النيل. من المكان اللي بدأت منه الحضارات الإنسانية وسجل التاريخ المصري أعظم إنجازات البشرية هنا في ربوع الصعيد. الحقيقة النهاردة يوم جميل، يوم مختلف في تاريخ سوهاج، يوم مبهج يستحق الاحتفال. لكن قبل ما نبدأ فعاليات النهاردة هنبدأ بآية من الذكر الحكيم يتلوها علينا ابن مدينة المنشاه الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أهل الصعيد لسه بخيرهم، وهو انتهى زمن التهميش. لا مصر هتعيش من غيرهم، ولا حد من غير مصر يعيش. سيادة الرئيس، السادة الحضور، النهاردة بنشهد عودة الصعيد إلى عصر الذهبي. بنشوف من نفسنا إن الصعيد أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية. بنشوف تنمية غير مسبوقة، وإن التغيير بقى واقع ملموس. ندعو حضراتكم لمشاهدة فيلم قصير عن سوهاج الجديدة وأهلها الطيبين. أنا صعيدي من سوهاج، بيقولوا علينا بلد المواويل. ما احنا صعايدة، في الفرح بنغني، في الحزن بنطبطب على كل قلب حزين. احنا صعايدة مننا. من الأرض دي بدأت السيرة، سيرة الأولاد والجدود. سلو بلدنا إن الكلمة عهد، ملناش في اللوع. قالوا الصعايدة منسيين، ويمكن ده حصل لسنين، 100 سنة وفوقيها 50، لكن احنا في كل مكان راح تلاقينا. خلي اللي يقول يقول يابا. العهد الجديد جنب الخير. سوهاج هي الاساس وهي المنبع. ما فيش زي سوهاج ولا جمال سوهاج. في حاجات ايجابيات كثيره حصلت في سوهاج. هنا احنا هنكون باريس الثاني تقريبا. بقت جنه. روح الأرواح يا جميل يا جميل يا جميل. نهضة صح، صحة، تعليم، كهرباء، مية، زراعة، صناعة، حياة كريمة لسوهاج. والأساس إن حقك كإنسان في الحفظ والصوم. ما تحكي لنا يا شيخ زين، شوف بعينيك سوهاج الجديدة. مش مجرد عماير وبيوت، دي روح، روح جديدة تدب في قلبك. روح مليارات اتصرفت في مكانها الصح علشان تعمرها بمباني وأسواق ووحدات صحية ومنطقة صناعية وغيرها كتير. والنتيجة مستقبل بيتبني لكل جيل.
والله سوهاج الجديدة العاصمة الإدارية بتاعت سوهاج نفسها حاجة كده زي ما بنقول عندنا احنا في الصعيد ان هي جاية من بحري. احنا هنا بنتمتع بحياة آمنة. يعني انا جيت من شهر 5 اتغيرت عمال اجيت بقيت افضل. فيها امكانيات كتير وفيها شغل كتير. نفسي اسكن هنا ونفسي اجيب عيالي واسكن هنا. سلام يا ارضنا يا غيطان الفلاحين يا ورشة الصناعي يا بحور الصيادين. طول العمر كان الفجير فجير الفكر يا ولدي، والبلد دي عمرها ما خليت من الأفكار، وهي جت حياة كريمة كانت أصل الفكر. 181 قرية عاشت العز وولادها شافوا حياة كريمة. القرية جاب الحياة كريمة ما كانتش في قرية. دلوقتي تفرج قرية أم دومة بيتضرب فيها المثل في الجمهورية من مبنى خدمات متكامل من مستشفيات مدارس على 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 أرقى مستوى. صوتنا مسموع مسموع مسموع. يعني احنا كأرياف كنا نحلم ان يبقى عندنا مثلا حاجه اسمها غاز طبيعي. كنا الاول بنركب على طمه كانت العربيه تاخد بينا حوالي ساعه، بنروح البنك نقعد في الطابور يعني علشان يصرف المعاش بتاعي يجي مع العصر. لكن دلوقتي بالصلاه على النبي حاجه قبها. حياه كريمه عملت اللي ما يتعملش ولا 100 سنه تاني لقدام. يستحقوا الفرحه يا ولدي، والخير جالهم بمشروعات الري اللي لفت سوهاج شرق وغرب. المصارف اتجددت وحوالي 100 ترعة اتبطنت بطول 436 كيلومتر. نفسنا بقى ان شاء الله الطفره دي تكمل بقى بمشروع زراعه كبير كده يستغل فيه الشباب وطاقه الشباب ان شاء الله. خير النيل طرح وحصدنا اللي يكفينا ويفيض، بس الدنيا بطولها وعرضها ما تسواش جنب نعمه الصحه، والصحه جت على قدوم المستشفيات اللي اتطورت زي المستشفى الجامعي العام، وبقى عندنا وحدات صحيه مؤهله تدخل منظومه تامين صحي شامل. فهمتني يا ولدي؟ والتعليم يا شيخ؟ الحكاوي هنا ما تنتهيش، مدارس وجامعات في كل مكان، وكفايه احكي لك عن جامعه سوهاج. اي تطور هيحصل هيأثر على التعليم. في الجامعه القديمه احنا ما كانش لينا مكان هنا، فاحنا فرق معانا ان احنا بقينا نحضر هنا بدل ما نروح في اسيوط او جينا وناخد الشهاده باسم سوهاج، بس احنا في جامعه تاني. والمتعلمين المتنورين ما تنسوش، بايديهم حركوا الترس وشغلوا المصانع وحركوا العجله اللي احنا فيها. وبيهم بنينا بنيه تحتيه ولا بلاد بره. عندك يا سيف 290 مشروع رصف وصيانه للطرق. انت علشان تجذب مستثمرين وكان ده كان لازم يحصل عندك تطوير في البنيه التحتيه والطرق. كنت قابل يعني كنت انا مثلا من القريه هنا عايز اروح المحافظه، كان قدامي بتاع 3 ساعات على ما اوصل المحافظه، حاليا دلوقتي ما نكملش ساعه انا في قلب المحافظه. دي غير 5 محطات كهرباء جديده، وكمان اتعمل 11 مشروع للصرف الصحي بتخدم اكتر من 170 الف صيدي. سوهاج اتغيرت، احلوت في عينين اهلها اكتر ما كانت. اللي اتعمل معانا يسد عين الشمس بصحيح. حظي في الدنيا اني شفت الخير بعينيا وغنيت للعز والهنا مواويل. أولادي وأحفادي اللي هم جايين إن شاء الله للدنيا طبعاً أكيد هيلاقوا دنيا أفضل بكثير من اللي احنا كنا عايشينه. كمان 10 سنين لحد 2030 هتشوفوا مصر إن شاء الله في حتة تاني خالص. يا ولدي سوهاج هي أصل السيرة، ركز في الكلام لأن بإيديك وبإيدين ولادنا هنكمل الإنجاز. اللهم صل عليه.